اسمع صديقي، اليوم عندنا كرفان بطول 23 قدم مع التوسعة، هذا الكرفان مع مستودعين، هذا الكرفان يكفي لثمان أشخاص، السعر 126 ألف درهم، كرفان جميل في 2024 من أفضل الكرفانات، ونقول بسم الله ونشوف الكرفان. كرفان وولف بوب مع الجيك التوماتيك وسلندر الغاز، المستودع الكبير، هذا المستودع. تشكيلة جديدة من الجيكات، هذه الجيكات من شركة ليبرد، مو بجيكات توماتيك بس نقدر نستخدم الدريل ماشين. ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم عندنا المظلة الكبيرة، هذه المظلة الكبيرة، لازم نركز على هالكرفان فيبر جلاس، الكرفان من شركة الولف بوب، عندنا السماعات الخارجية، في هذا المكان نقدر نحط التلفزيون الخارجي، عندنا الكهرباء وعندنا الوصلة اللي بيشبك لنا على التلفزيون ويكون معانا الساتلايت ونشغله، هاي الإضاءات باللون الأزرق، نقدر نضيف لك إضاءة ثانية يفتح المكان كامل تكون إضاءة خارجية. كرفان أوفرود صديقي وإطارات أوفرود صديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن، إذا بنشوف هذا المستودع نشوفه أكبر مستودع، حتى السياكل الصغارية نقدر نحطها في هذا المكان، مستودع كبير. عندنا تاير السبير، عندنا الكاميرا، وعندنا مكان نعلق فيه الدري ونصعد فوق الكرفان. في هذا المكان نحن نفرغ فيه المجاري والجري ووتر. شو يعني؟ يعني ماي المغسل نفرغه والبلاك ووتر اللي في الدبليو سي نفرغه. طبعا شو قال نفرغه نحن؟ اذا كنا واقفين في موقف باركنات نحط البيب المجاري ونفرغ المجاري في هذا المكان. ما شاء الله تبارك الرحمن، لما نشوف هذه التوسعه متر، هذا سخان الماء، هذا الحار المباشر، شو ميسته؟ يعني نثبت درجه الحراره، مثلا نبغي حراره الماي 40، نبغيها 39، خلاص نفتح الماي الحار بدون خلط الماي الحار والبارد. نسمي بسم الله وندخل الكرفان. لما ندخل الكرفان شو نشوف؟ نشوف طاولة الطعام بحرف اليو. شو الميزة في طاولة الطعام بحرف اليو؟ ان يكون قاعدة شبابية ونفس الوقت يكون فيها طاولة الطعام نتريق فيها غدانا وعشانا وريوقنا في هذا المكان. ولازم نركز على هذه التقسيمة، عندنا سرير دبل، مو بالسرير السنجل، هذا سرير دبل، يعني يوم يرقدون فيه اثنين، يرقدون فوق ويرقدون تحت، وعندنا مستودع صغير تحت. النقطة المهمة في هذا السرير، عيالنا يحبون الزجاج، يبون يتهوون من برا، يبون ياخذون النسمة من برا، غير الشتاء وغير الصيف. واهم نقطة عندهم ان يتشرجون الايباد، موجود اليو اس بي في هذا المكان، ونقدر نضيف له سوكت كهرباء. لما ننزل في هذا المكان عندنا اليو اس بي وعندنا اضاءة داخلية، لازم نجرب المكان. يعني اذا اخوكم براشد على طوله يرقد، شوف كيف اخذ راحتي في الكرفان، في ارتفاع، طبعا التصوير دائما يظلمنا، شوف كيف ماخذ راحتي في الكرفان. هذه الثلاجة 12 فولت، نشوفها بهذه الطريقة، تفتح من الجنبين، من هذا الجنب ومن هذا الجنب. الميزة الطيبة في هذه الثلاجة ان سوونا الفريزر كبير، يعني انا اشوفها بالحجم هذا حجم كبير. هذه الثلاجة 12 فولت والثلاجة كبيرة، يعني لو احنا بنشوف الحين هذه الثلاجة، ثلاجة كبيرة مقارنة بالثلاجات السابقة. عندنا الميكرويف، هذا الميكرويف، عندنا الفرن، عندنا المطبخ الداخلي، هذا المطبخ الداخلي، عندنا هذا المكيف الداخلي، هذا المكيف الداخلي يتحمل لين حرارة 43. السماعات الداخلية، عندنا السماعات الداخلية، عندنا السيستم ألارم، كل الكرفانات الأمريكية يكون فيها سيستم ألارم، يكون فيها عن الغاز وعن الدخان، يكون الغاز يكون موجود تحت سيستم ألارم والدخان يكون فوق. طبعا الأمن والسلامة من أهم الأشياء، نحن دائما نفكر فيها لما نشتري كرفان وما في أمن وسلامة ما نبغي الكرفان، نبغي الأمن والسلامة أهم من كل شيء. ني على هذا السرير، هذا السرير مو ميرفي بيد، هذا السرير من احلى الاسرة، انا دائما احب السرير الثابت وليس الميرفي. الميرفي شو نقصد فيه؟ يكون كرسي وسرير، لا هذا افضل. ني نرقد على هذا السرير، شو عندنا؟ عندنا زجاجة في هذا المكان وعندنا زجاجة في هذا المكان، عندنا المستودعات اللي فوق، بالاضافة اذا حبينا نركب تلفزيون نقدر نركب التلفزيون في هذا المكان. لما ني نرقد وما نبغي نشغل مكيف على حسب الجو، نحن نقول نقدر نفتح الزجاجة، والله ينا هو بارد وفنان. عندك هذه الاضاءات باللون الابيض وباللون الازرق، وعندنا مكان حق نشرج فيه تلفوناتنا، وهذا مخرج 110، شو يعطينا؟ يعطينا كهرباء على 12 فولت. اهم نقطة في طاولة الطعام لازم يكون عندنا يو اس بي عشان نشرج فيه تلفوناتنا بدون كهرباء، يكون على 12 فولت. عندنا هني المستودعات الداخلية بنعبي فيه اغراضنا، وعندنا مستودع ثاني في هذا المكان نعبي فيه اغراضنا. نحن عندنا شوي نحب المستودعات، نحب نجمع اغراض، نحب نجمع كل شيء في الكرفان. دائما احنا نحب كرفاننا، ليش؟ لأن فيه كل الاغراض ونعرف نطبخ فيه على صغر حجمه. سبحان الله، كل ما صغر بيتنا
كل ما حبيناه أكثر والله، وهذه حقيقة. وكل ما كبر البيت ضعنا فيه ولا عرفنا وين نرقد وين نسير. تعال شوف دورة المياه صديقي، تعال تعال. أخذ راحتي ولا ما أخذ راحتي؟ حكمت؟ حكمت خلاص. يوم أقولكم أنا حدد الماي كم تبغي درجة الحرارة، مرة تحددها خلاص يعني تخلط ماي وحار ما شيء، شغل الماي الحار يجيك الماي الحار بالدرجة اللي أنت تبغيها. عندنا مغسل، عندنا بنحط أغراضنا، عندنا تطور كبير في الكرفان صار 23 قدم. وشوفوا الشاور، شاور 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 شاور. وين نحن؟ في فندق. عندنا هين السماعات الخارجية وعندنا السماعات الداخلية تقدر تشبك بالبلوتوث. عندنا هذه الساعة عشان تعطيك كم البطارية موجود فيها. هذا البورد يفتح لنا التوسعة، يفتح لنا المظلة، يشغل الماي الحار، يشغل الووتر بامب. وأنصح في هذا الكرفان والله من أحلى الكرفانات ومن أجمل الكرفانات اللي نحن شفناها. ختاميتنا لهذا الكرفان الجميل، هذا الكرفان بطول 23 قدم، شفنا التقسيمة، شفنا هذا الكرفان اجمل كرفان في 2024، وما اعتقد شيء ينافسه هذا الكرفان. هو فيبر جلاس، كل اللي تتمنى فيه هذا الكرفان موجود فيه. السعر 126,000 درهم. بتزورنا في كرفانات الخليج بتشوف التنوع في الكرفانات، انواع كثيره عندنا من الكرفانات. نتمنى انك تزورنا. اخوكم براشد حمد الفلاسي، كرفانات الخليج.